أولا صباح الخير، أنا سعيد جدا بأن أكون موجود بينكم النهاردة، وشكر خاص للسفيرة المناضلة دكتورة ندى التلاوي. يبدو أنه قضية العدالة الاجتماعية قضية عمرها، لأنه برضه في المجلس لما كانت موجودة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من سنتين تقريبا أو سنة وشوية، عملت مؤتمر حول العدالة الاجتماعية ودعت لي ودعت عدد من الخبراء الوطنيين المتحيزين لصالح العدالة الاجتماعية. فها هي تكرر مرة أخرى في علاجها اللي هجيب لها المشاكل والكافية، لكن هي ست تستاهل كل الاحترام والتقدير، فهي فعلا نموذج وقدوة للمرأة المصرية أينما كانت. احنا الحقيقة بنعاني مع بتوع العلوم السياسية الحقيقة، ويبدو أنا كان نفسي للدكتور عمرو حمزاوي، لكن هو كعادته يطلق طلقته ثم ينطلق إلى العالم الخارجي، كان نفسي يكون موجود. الحقيقة الكلام اللي قاله كلام غير صحيح، زي ما قال الأستاذ أحمد النجار، إنه قضايا العدالة الاجتماعية فيها تفاصيل كتيرة في برامج الأحزاب وبرامج بعض المرشحين. على سبيل المثال حزب التجمع منذ سنوات طويلة مقدم أفكار تفصيلية بشأن العدالة الاجتماعية، برنامج 50 صباح على سبيل المثال مقدم قضايا تفصيلية بشأن كيفية إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية والمالية في الدولة انطلاقا من قاعدة العدالة الاجتماعية. أنا على سبيل المثال وأحمد سيد النجار كذلك، ده السنة اللي فاتت كتاب كيف نعيد بناء مصر، في ضوء الكلام حول العدالة الاجتماعية اللي دعتني إليه السيدة السفيرة دكتورة ميفا التلاوي، وأنا بعتيها هذه النسخة. والسنة دي ده كتاب جديد حوالين الصحة وأحوال الفقراء في مصر وكيف نعيد بناء النظام الصحي في مصر انتصار للعدالة الاجتماعية. بس يبدو الدكتور عمرو حمزاوي مش متابع كويس قضايا الاقتصاد. الحاجة أنطلق بقى إلى ورقتي الأصلية. أنا الحقيقة عندي رغبة في التوقف عند بعض المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية وإعادة تفكيكها، لأنها لم تعد تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. مثلا مفهوم الفقر، مفهوم الثروة، ومفهوم التراكم الرأسمالي. الحقيقة إنه كل الإحصائيات والدراسات ومصفوفة توزيع الدخل القومي ومصفوفة حساب الناتج المحلي الإجمالي والنتائج الإحصائية اللي بيطلعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع كامل احترامي له مخطئة بالمطلق. وفي هذا الكلام هناك كتب أعدت سواء مني أو من غيري من الباحثين والدارسين الثقات حوالين الأسس المنهجية اللي بتتبعها هذه الأجهزة الإحصائية في إعداد تقاريرها اللي هي مضللة بالمطلق. احنا على سبيل المثال واصلين لنتيجه ان حجم البطاله في مصر من سنه في كتاب ليا من سنه صرف سنه 2004 انها كانت تقارب حوالي 5 الى 6 مليون عاطل وقت ما كان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيطلع انها 1.9 مليون، نزلت شويه طلعت شويه 9% 11%، لكنها كانت قاربت في ذلك الوقت على معدل 17 و18% من حجم القوى العامله في المجتمع. في موضوع الفقر تحديدا عندنا مشاكل متعلقه بكيف يمكن قياسه؟ ايه هي المعايير والمؤشرات المستخدمه دوليا؟ هل 2 دولار مكافي يوميا او سلة سلاح او خدمات او فكره الفرص المتاحه للاشخاص كما صدرت في تقارير البنك الدولي اخيرا، هل تصلح كاساس لحساب معدلات الفقر في المجتمع المصري؟ انا بقول لا تصلح لعده اسباب. منها ما لم يشهده اقتصاد في العالم اللي احنا بنشوف حالتنا، وهو ما نسميه دخول الظل. احنا عندنا وضع في توزيع الدخول، في دخل رسمي بيتحصل عليه المواطن يمكن حسابه وممكن قياسه وممكن وضعه في مصفوفة توزيع الدخول، وهناك دخول اخرى بتاخد من صافي ارباح البنوك الحكومية ومن مصادر اخرى كل سنة حوالي 400 مليون جنيه بتتوزع برتيتا على برتيتا من قيادات القطاع المصرفي. وانا طلعت في عده مرات بالاسماء، مش عايز اقول بارقام حساباتهم، كل شهر كانوا بياخدوا 160 الف جنيه من الصندوق كل شهر، كبار قيادات القطاع المصرفي، ودي ما بتتحسبش بلاش، غير طبعا مرتباتهم الضخمه في البنك وتوزيعات الارباح في اخر السنه الى اخره. قيسوا على كده بقى في جهات كتيرة جدا، نحن لدينا حوالي ما بين 6 إلى 10 آلاف حساب وصندوق خاص منهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كل أراضي الدولة اللي بتتباع ما بتدخلش الموازنة العامة للدولة ولا الخزانة العامة،
بتروح في حساب خاص لهيئه المجتمعات العمرانيه، زيها هيئه التنميه والتعمير الزراعي، زيها جهات كثيره جدا. اقول لكم مثلا على سبيل المثال لحجم فضيحه الفساد في مصر وانها بتختصم قد ايه من الخزانه العامه للدوله، وبالتالي بتخلي الايرادات بتاعه الموازنه العامه للدوله تقريبا بتتآكل كل يوم والعجز يقوموا يكلمونا عن العجز. في اموال بتتصادف من تجاره المخدرات وكل الاشياء الممنوعه. الاموال دي تقدر سنويا بحوالي 2 مليار جنيه. جم بتوع وزاره الداخليه في سنه 2000 مع مبارك مع العدلي واصدروا قانون من مجلس الشعب 83 لسنه 2000 بان الاموال دي تروح لتطوير اجهزه وزاره الداخليه. طبعا ما بتروحش لتطوير اجهزه وزاره الداخليه، لكن بتروح لتوزيع مكافئات لاجهزه المكافحه او غير اجهزه المكافحه. في نفس اليوم القوات المسلحه اعترضت، قالت احنا كمان عندنا بتاع ده سلاح الحدود بيشارك في عمليات ضبط الجرائم التهريب. فراح في نفس اليوم اتعقد جلسه مسائيه وصدر القانون 95 لسنه 2000 علشان الغنيمه دي تتوزع على الطرفين. وبالتالي اتحرمت الخزانه العامه من 2 مليار جنيه سنويا. وقيسوا على كده بقى، احنا عندنا فوائد في الحسابات الخاصه والصناديق الخاصه حوالي 100 مليار جنيه الان، ومع ذلك لم تقم السلطه بعد ثوره 25 يناير وهاتينا وقلنا انه دي في غايه الخطوره ولازم ناخدها ونسد فيها العجز في الموازنه العامه ونخلص من الموضوع ده، لم يحدث على اطلاق. اذا ده موضوع. الموضوع الثاني اللي برضه عشان الوقت انا لسه عندي وقت، انه موضوع مفهوم العداله الاجتماعيه. في مفهوم العداله الاجتماعيه الموضوع هي اكبر كتير من موضوع الحد الادنى والحد الاقصى للاجور. اه سياسات للاجور عادله ده مطلب للثوره وكمان مطلب للعداله وكل الطامحين في العداله، لكن كمان احنا عندنا في حزمه سياسات لازم تتبع مع بعضها، باكج مع بعض، ولا يمكن الاخلال بواحده عن الثانيه، والا يبقى اي كلام حول العداله الاجتماعيه بعد ثوره 25 يناير مش صحيح. مثلا سياسات جديده في التشغيل والتوظف، وفي هذا الكلام لينا اجتهادات متعدده في الموضوع. التعليم النهارده لما يبقى المواطن ربع دخله بيدفعه دروس خصوصيه وكذا وكذا في سواء المدارس او في الجامعات الى اخره، ده بيختصم احنا اتعلمنا بالمجان ونفتخر ان احنا اتعلمنا كويس بالمجان، ما كانش فيه عيب. انا لا اتذكر 3 أو 4 جنيه اللي كنا المفروض ندفعهم في ابتدائي مثلا عمري دفعتهم، عمري ما دفعتهم، ومع ذلك كملنا تعليمنا. احنا النهارده في الاعباء دي على الاسر المصريه بتؤدي بالتالي الى تخفيض مستويات معيشتها، وبالتالي دي ايضا عنصر في حساب مصروفه الدخل القومي ما بتتحسبش بشكل صحيح، لانها بتروح من ديوب الاسر لديوب ناس زي المدرسين، مليون مدرس عندنا لا تدخل في حساب الدخل القومي وهكذا. اذا في شبكه جديده اتخلقت، اقتصاد موازي اتخلق في الاقتصاد المصري على مدار 40 سنه الاخيره، محتاج اعاده فك وتفكيك. وفي اعاده الفك والتفكيك ده وفي اجتهادات متعلقه بكيفيه تفكيك دوله الفساد، ومنها مراجعه كل المنظومه التشريعيه اللي سطرت على مدار ال 30 سنه الاخيره، وكانت بتسمح لما يسمى السلطه المختصه اي الوزير انه يضرب عرض الحائط اي قانون. قانون الضرائب يملك انه يعمل هو تصالح او ما يعملش، يوقف الاجراءات او ما يوقفهاش. نفس الشيء في قانون البنك المركزي، نفس الشيء في الجمارك، كل القوانين كانت بتسمح للوزير المختص انه يجامل او انه يرتشي لو الموضوع كبير وهكذا. ففتحت طائر جهنم على الاداره الحكوميه المصريه والاداره الاقتصاديه. كمان احنا محتاجين في موضوع السكن، انا عايز اقول لكم اخر دراسه ليا لسه ما اتنشرتش حاجه هتندهشوا لها. عارفين المصريين انفقوا كام على المنتجعات السكنيه من سنه 80 اللي هي القصور والفيلات والتاون هاوس والتوين هاوس؟ انفقوا كام؟ 124 مليار جنيه. طب المنتجعات السياحيه انفقوا 169 مليار جنيه. التجمعات السكنيه الفاخره احنا حاصرين عدد المنتجعات دي وعدد التجمعات دي 153 مليار جنيه، مش الوحدات السكنيه الشعبيه سواء اللي بتنتجها هيئه المجتمعات العمرانيه او الافراد والاشخاص، لا دي التجمعات السكنيه اللي الشقه فيها كان بيعلن عنها من اول 750 الف في السنوات اللي فاتت لغايه 2 مليون جنيه و3 مليون جنيه. التجمعات المختلطه بقى زي اللي في الشيوخ كده تلاقي قصور وفيلات، وفي نفس الوقت في مساكن 446 مليار جنيه. يعني احنا انفقنا
في ال 30 سنه الاخيره فقط حوالي 894 مليار جنيه على حوالي مليون وحده سكنيه من هذه الانواع. اذا مصر تمتلك، وانت بقى التحدي اللي احنا بنواجهه مع الانظمه اللي جت بعد ثوره 25 يناير، مصر تمتلك امكانيات وقدرات لكنها تفتقر لرؤيه استراتيجيه تجاه طبيعه تشخيص المشكلات، اثنين طبيعه بناء السياسات اللي تعالج هذه المشكلات، ثلاثه اختيار الاشخاص والقيادات القادره على تنفيذ هذه السياسات. عايز اقول لكم في اجتماع كبير تم احد رجال الاعمال اللي مرتبطين بالاخوان المسلمين او قريب لهم، عملوا اجتماع في رئاسه الجمهوريه من حوالي شهر ونص كده، وفي اجتماع والاجتماع كان مفتوح وكان عدد كبير منهم، واتقال الكلام حوالين الازمه الاقتصاديه نعمل ايه وبتاع. فبعض الحاضرين اثنين تحديدا طرحوا بعض الاسماء، كان منهم اسمي، فكان الرد من جزء كبير من الحاضرين ايه؟ لا اشتراكي. خدوا بالكم، نحن ازاء سلطه سياسيه الان معجل فكره العداله الاجتماعيه. احنا حصرنا حوالي 75 رجل من كبار رجال اعمال الاخوان المسلمين، منهم 17 النهارده حوالين رئيس الجمهوريه تحديدا، حوالين في مواقع مهمه مستشارين له ومساعدين له ولهم كلمه مؤثره على صنع القرار الان، غير حسن مالك وغير خيرت الشاطر اللي من بره المناصب الرسميه والتنفيذيه. احنا بصدد وضع شديد الخطر، المراهنه على انه هذا النظام ممكن يعمل عداله اجتماعيه هي مراهنه في الوهم. اثنين انه اذا كان موضوع السياسات العامه ليس لديهم رؤيه تجاه طبيعه تشخيص المشكلات ولا رؤيه تجاه طبيعه السياسات المطلوبه في الفتره القادمه. ده مش معناه انه ان احنا مش محتاجين تفاؤل، لا احنا محتاجين تفاؤل، لانه اذا كان هذا النظام اللي قبليه عن 30 سنه وعجز، فهذا النظام لحسن حظنا انه خلال فتره قصيره اظهر وجه اخر من الصوره، فسقط عند المصريين كل الاوهام المتعلقه برجال ربنا ورجال الابهار ورجال الحراق فينا ربنا والى اخره الى اخره. نتمنى انه الفتره اللي جايه، انا عندي مستوى خلاص. طيب.